السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي داير لاباس عليكم؟ بخير يا ربي ان شاء الله. هذا الفيديو يصيبكم على خير وبخير. انا جيت ندير معكم واحد التحليه ولا الفلو. بسم الله على بركه الله، نشارك معكم الطريقه ديالي. شكل بحال زين. انا عندي هنايا طرو ديال الحليب، عند الناس كيف كتشوفوا الطرو، غادي نديرو في الكاسرونه. بسم الله على بركه الله، وغناخذ شويه ديالو بارد باش نطلق فيه الفلو. نخليه على الجهه نطلق فيه الفلو. عندي البنات انا خليت هاد الزا غندير منها جوج، من حيت عندي طرو الحليب. نورمالمون هادي وحده غير نص سيترو، انا غادي ندير جوجات. غادي ناخذ هنا سنيده البنات، غادي ندير جوج معالق ديال السنيده على حساب الحلاوه البنات. اللي عزيز عليه الحلاوه يكثر، اللي عزيز شويه عليه انا غادي ندير غير جوج معالق كبار. صافي البنات، ها جوج معالق كبار. غادي نديرو يطيب، بسم الله، نديرو يغلى، وهادو غادي نخلطهم هنايا. واش كيبان لكم هنا؟ نحط الكاميرا شوية ونشعلكو. غندير جوج بحال درتي طرو، هادي راه بوحدة نص سيترو. صافي البنات، غادي نخلطو. راك عرفت الفلو، كلشي كيعرف يدير الفلو. غادي نخلطو على ما يسخن ليا الحليب. على البنات هو الحليب بدا كيسخن، ها بسم الله. خليه حتى يطيب، كلشي كيعرف يدير الفلو. ناخد شي زليفات هنايا هاكا. الكويسات وكل واحد شنو بغى يدير يدير. نختاريت هاد الكويسات هادو، قلت الكاميرا غير باش يبان لكم. بسم الله، عندي هنايا البسكوت اللي هرمشتو هكا، نديرو بحال هكا. شوية شوية ماء، عندي هنا أناناس، وعندي هنا الفريز، عندي هنا القرقع مهرمش. كتشوف هاداك الزين ديال معاه بدا كيسخن. صافي البنات، الحليب ديالنا هو وجد، هاني طفيت عليه. بسم الله، غادي ناخد هنا أناناس نصفو فوق هدا. نتوما اللي بغيتو ديرو ديرو، يا بنان يا اللي كان عندكم بغيتو ديرو ديرو. نختاريت ندير أناناس. صافي البنات، بحال اللي قلت لكم راني درت اناناس هكا بنفس الطريقه، نعمروها. بسم الله على بركه الله. من المقياس اللي بغيتو
غادي نديرو بك الدريات نخليو حتى يبردو مزيان وعاد نرجع للتزيين. انا جات معكم البنات غتبغيو تشوفو كيفاش داير التحليه ديالنا ولا الفرو ديالنا. نجي على الطريقه هادي غادي نشف في الثلاجه هو برد. غادي نديرو ليه التزيين كما قلت لكم. انا اختاريت هنا اناناس البنات اناناس كاع دواور حقيقة الاختيار ديال التزيين ديالك. هاكا البنات نديرلكم الكاميرا هنايا عندي هنا الفريزة البنات كما قلت لكم على الطريقه هذه. عندي هنايا الكركعه البنات بحال اللي قلت لكم نسيين ها انتما كتشوفوا انا خديتها كنزين الكركعه هكا ديال السيرو هكا نديرو هكا في الشكل نجي نعطيك المنظر تاعو زوين ديال الفريز زين كيبقى الاختيار ديال الواحد شنو بغا يدير يدير. هادشي اللي كان عندي هنايا في الدار هنا هادشي اللي درت صافي كناخدو الكركاع البنات بحال اللي قلت لكم ولا نديرو هكا من الجناب وهادي هي التحلية ديالنا كتجي كيسير زوين كيجي زوين وهادي كنظن هادشي اللي يصلح. ولا اللوز إذا كان عندكم اللوز تاهو مزيان اللي كان عندكم اختيار مزيان داك الشكل اختياركم اللي عندكم في الدار. صافي البنات هاني معاكم واحد شويه ديال الشكلاط هكا ديال الفوق هكا هنا تبقى منظر يعطيك اختيار. صافي البنات هادي هي التحليه ديالنا وكنقول لكم جربوها راه مزيانه غادي تجي غادي تعجبكم الدراري اللي في الدار السحور ولا ديسير ولا. وصافي هادي هي الطريقه ديالنا التحلية ديالنا صافي البنات هذه هي كملنا دابا Thank you.
تقدروا تجيو تعلمات على الطريق هذه تجي زوين على البلاصه جربوها على بالي تعجبكم الوليدات السحور ولا الفطور هكا ولا المهم نقول لكم غنجربوها ونقول لكم واش راكم دروكين ونقول مرحبا الناس اللي دخلوا عندي جداد للقناه ديالي الناس القدام مرحبا بهم دار دارهم نقول لكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مع فيديو واحد اخر ان شاء الله يا ربي.